السلام عليكم، معك رشيده قردوش، مربيه بدار الاطفال الوفاء لمده 14 سنه. حنا كنخدموا الليل وكنخدموا النهار، كنخدموا الاعياد الوطنيه الدينيه، كنخدموا العيد الصغير العيد الكبير. حنا مضحيين مع هاد الدراري وراهم وليداتنا. دابا المطلب الاول والاخير بغينا المستحقات ديالنا، بغينا الاجور ديالنا نتوصلوا بها في اقرب وقت. هذا هو المطلب الاول والاخير ديالنا. حنا رضا مربيه بمؤسسه دار الاطفال الوفاء مده ديال 15 سنه. احنا باغيين دابا غير المستحقات ديالنا، بغينا الاجره ديال هذه 5 شهور. هذه 5 شهور حنايا واقفين بلا خلاص، وما لقينا حتى جواب شافي اللي يعطينا الامل باش بقاش غنتخلصوا. ما كاينش اللي كيقول لنا بقاش غنتخلصوا. حنا خدامين غير هكا، حنا خدامين. عندنا سيمانه الليل وسيمانه النهار. بالنسبه حنا المربيات عندنا سيمانه الليل وسيمانه النهار، ولكن ما عندنا حتى شي جواب اللي يقنعنا بقاش غنتخلصوا. ما عندناش شي جواب. انا العالمي امينه، كندير تنحفظ لوليدات القران، هذه 15 سنه وانا هنا. كنطلبوا بحقنا، ما كنطلبوش شي حاجه اخرى. انا خدامه في الكوزينه، المهم كنخدموا. حنا دائما كنخدموا العياد رمضان كلشي كنخدموا، ما كنتعوضوا حتى في شي حاجه. ودابا حنا اللي كنطلبوا كنطالبوا بالاجور ديالنا نتخلصوا. صافي هادشي اللي كنطلبوا، نتخلصوا. 5 شهور هادي ما تخلصنا، حنا نبداو في الشهر السادس. السلام عليكم. اولا مشكور المنبر الاعلامي اصوات، شكرا على يعني التتبع هذا الملف، هذا اللي هو ملف يعني ولا قضيه راي عام كما كنقولوا. مازالين كنتسناو غير باش نوضعك في الصوره، واخا يعني الملف راه كما قلت ملف راي عام. بالنسبه لنا كنعانيو من تعطيل الرواتب الشهريه ديالنا، هذه 5 شهور والشهر الداخل ان شاء الله غادي يكون الشهر السادس. مازال لحد الان ما توصلنا حتى بشي. هذه من 2019 وحنا كنعيشوا هذا التماطل. هذا كانت واحد الجمعيه وجات جمعيه، والان جمعيه جديده اللي التحقت في 2021. يعني كنا كنتوقفوا ديك 3 شهور شهرين 4 شهور. دابا كما قلت هذا الشهر السادس وحنا كنتسناو. درنا مراسلات حنا كمستخدمين ديال المؤسسه. من بعد كانت واحد الوقفه داخل المؤسسه، فما كان حتى استجابه، فقط كان الرئيس والسيد المدير هما اللي يعني اللي كانوا كيتواصلوا معنا، كيقولوا انهم يعني راهم كيديروا واحد المجهود، كيديروا مراسلات كيديروا، ولكن لحد الان مازال ما توصلنا حتى بشي يعني حتى بشي حل ولا هذا. قالوا ان وزائد المشكل ديال لاسينيسيس اللي كنا كنعانيو منه ما كانش كيتخلص، حتى توقف كل شيء وقامت بحجز واحد المبلغ اللي كان كانت يعني كاجر غيتوصل به توصلوا به للمستخدمين، مي تبلوكا عن طريق المحكمه بسبب يعني راه شي 100 وازيد 120 مليون اللي كاهدوا هي كتسال. 43 مستخدم، فيها الطاقم الاداري والطاقم التربوي والطاقم المطبخ والحراس طبعا الامن. بالنسبه للوليدات 148 مستفيد اللي كاين، فقط الاشاره فهذا مركب يعني ماشي يعني مؤسسه وحده، اللي كيتكون من دار الاطفال الوفاء اللي كتشوفوا السن كينهز ما بين 5 سنين ل 15 عام، ودار المستقبل اللي كاينه في الجهه الاخرى. نعم يعني من 16 حتى 22. لحد الان مازالين 22، كاين وليدات كيقراو، كاين اللي مدامج في الشغل، كاين. المهم هذه مسائل يعني كل شيء ماشي هو هذاك. يعني المشكل اللي عندنا هو الرواتب ديالنا، يعني كما قلت ما عرفناش الاشكال في كاين ولا الخلل في كاين. جات الجمعيه في 2021، كما كنقولوا كانت كتخلص الشهور اللي قبل، ما كانش الفائض. يعني هي كلجنة التدبير دائما كنتسناو داك المنحه باش تجي في وقتها باش عاد تخلصوا الناس. الحل حنا كنطالبوا المسؤولين اولا الجهه المعنيه هي اللي تدخل، وتدخل عاجلا، لان بصح ما بقاش يعني كلشي. الا درتي دابا على العمال كلشي ولا المستخدمين ولا الاطر الاداريه ولا كلشي راه ما قادرش زعما يواكب. جا المنسق الجهوي للتعاون الوطني ما عطانا حتى شي يعني التصريحات ديالو اللي كانت ان المنحه كتجي في وقتها. ما عندوش هو حتى هو راه اصلا قال لك كان جاي غير زياره، يعني ما عندوش شي
ما جاش على هذا المشكل هذا. بالنسبه للخدمه بالنسبه للخدمه حنا خدامين، ما كاينش يعني الوليدات كيمشيو للمدرسه، الطاقم المطبخ خدام، الطاقم التربوي خدام، كل شيء كيدير المهمه ديالو على اكمل وجه لحد الساعه، واخا ما كنتخلصوش، واخا يعني لحد الساعه يعني الناس كلها خدامه والوليدات غاديين مزيان ما كاينش. ولكن حنا كنقولوا ما بغيناش نوصلوا لواحد المرحله اللي بصح راه انسان غيتبلوكا كليا. كنتمنوا الجهات المسؤوله لا القطاع الوصي ولا الجهات المعنيه، التعاون الوطني، الاندياش، يعني يشوفوا هاد الناس كما كنقولوا بعين الرحمن. هذا حق، هذا حق، راه الانسان غيخدم خصو يتخلص، راه كل واحد مشاكله كاين اللي عنده، راه كاين اللي عنده وليدات، كاين الطبيب، مجموعه ديال الحويجات. وهذا الشيء الا ما كانش بالنسبه للمستخدم راه كينعكس سلبا على 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 المستفيد. ما عرفناش الجهات المسؤوله ولا المعنيين بالامر شنو غادي يكون، ولكن على الاقل تكون واحد الاستجابه من طرفهم، لان كما قلت لك راه يعني الناس الوحيدين اللي كيهضروا معنا السيد الرئيس والسيد المدير، من غير ما كنشوف كنقول لك كاين مراسلات، كاين راهم دايرين اكثر من مجهود. ولكن كنعاودوا نقولوها ان القطاع الوصي يعني يشوفوا شنو كاين، يتدخلوا عاجلا، لان بصح الناس راه ما بقاتش قاده. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.